بدي صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. الحمد لله لناديه. اهلا ومرحبا. تحيه للمستمعات الكريمات. اهلا ومرحبا. الله يخطيك. عليك طلبات الصباح قال لك لا. ايوا ما كاين حتى مشكل. حنا بعضياتنا كنستافدوا. لا خديجه ربي يخليك ربي يخليك. السيده اللي طلبت الشوكولات اللي دهنا عندنا واحد البسكوي باكيه ديال البسكوي فيها 85 غرام. هذيك اللي فيها الاحمر والخضر. والخضر. راه تنديروه ساهل راه تندقدقوه غير بيدينا في الخلاط الكهربائي وكنزيدوا داك كاس ديال الحليب اللي ذوبنا مع 6 دراهم ديال الشوكولات ومعلقه صغيره ديال القهوه سريع الذوبان وكنكبوا على داك داك الخليط ديال البسكوي وكنطحنوه بلا ما كنطحنوه لا والو ودائما 85 غرام حيت كان اللي دار قل من 85 غرام وجا خفيف باكيه راه ديال 85 غرام كدير وقيله شي 2 دراهم و50 فرنك اييه تماما وراه تيجي غزال والله الا رانا يعني في البدايه الفرتتو كنزيدو كاس ديال الحليب وكنزيدو مع الفرتتو غير بيدينا كاس ديال الحليب كندوبو مع مريم مع 6 دراهم ديال الشوكولاط ونضيفو معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان ملي كتذوب مباشره كنكبوها فوق داك البسكوي اللي كنقولوا هرمشناه غير بيدينا هرسناه وتنطحنوه نكبوه في القريعه ونخليه واحد الليله كامله ومن بعد نستعملوه للوليدات بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لنادية. طيب الوصفه اللي انت محضراها لنا اليوم. عندي كيكه مقلوبه. كيكه مقلوبه. مقلوبه مسكينه هي دايخه لا لا. دايخه. ايه ولكن تجي زوينه والله. واخا لا لا طيب. كنقسم لك بالله زعما شي حاجه وخا بسيطه ما تحتاجيش لا لا ناديه كل وصفاتك اللي جربت منهم راه هو هو هذاك اللي ما جربتش انا اللي مجربينهم الناس والله ما شاء الله. شنو لاله خديجه؟ كنت جربت بلاتي كنت عطيتينا واحد النهار واحد الطويجن ديال القنيه. لا ما عطيتش انا الطويجن عطيتك الدجاج بالكمون. الدجاج بالكمون عطيتينا واحد الدجاج مشوي واحد النهار بلاصوص. اييه نعم وشنو اخر؟ كنت عطيتينا شي عصير اعتقد ولكن شحال هادي شي شويه يعني فاش كان مازال الصيف شي شويه. اي عصير بالقشور ديال البرتقال والحامض. تماما جربت إيه؟ جربت عاوتاني الخيزو مشرمل ديال اسيا من الدار البيضاء الى عقلتي كانت عطاتنا خيزو مشرمل. يا سلام يا سلام فعلا رائع. كنستافدوا مع بعضياتنا. لا كنستافد لا كنستافد لا لا منكم انا كنستافد كناخذ منك. انت كنستافدوا منك ملي كتجيبي لنا اطباء وكتجيبي لنا بطبيعه الحال. الله يخليك. راه الكثير الحمد لله. الحمد لله. هذه كيكه بغيتي تاكليها بارده ولا سخونه يعني بجوج يعني بجوج بيهم واخا بجوج انا واحد ثلاثه ديال البيضات. ثلاثه ديال البيضات. واحد نص كاس ديال السنيده. نص كاس ديال السنيده. وكاس ديال الياغورت. كاس ديال الياغورت. انا درت ياغورت ديال الخوخ كان عندي متوفر في الدار ما انت هو غيعطي المستوى. نعم ايه عندنا واحد كاس ديال ياغورت الزيت كنخويو داك ياغورت وكنعمروه بنفس العبار. عندنا كاس ونص ديال الفرس. كاس ونص ديال الفرس. قبيصه ديال الملح. قريصه ديال الملح. وعندنا كاس لارب ديال السميده. كاس لارب ديال السميده. جوج خمارات وفاني. جوج خمارات وفاني. المهم هادشي كنطحنو عادي في الخلاط الكهربائي. نعم. ولا بالضرب اليدوي الكهرباء لا الضرب الكهربائي ولا بالخلاط. نعم. كنخلطوه ونخليوه على جنب. كناخذ واحد المهم اذا كانت عندك مقيله ثقيله ديال وجده ماشي كبيره وماشي صغيره متوسطه ما كانش انا المهم عندي المقله كبيره درت غير في هذاك الطاوله اللي مشنته من الجناب. نعم نعم. شديت واحد ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الزبده مذوبه. ثلاثه ديال المعالق مذوبه شويه واخده حراره المطبخ مطلوقه اي مطلوقه. نعم. ادهنتها مزيان ما تنشوفوا الطبقه سميكه ديال الزبده وانا نقول لك علاش لا لا واخا كنشدوا نص كاس ديال السنيد اخر. نص كاس تاع السنيده كنخلطوا معاه معلقه ديال القرفه وكنرشوه فوق هذيك الزبده. غيتكراميليزا. اييه كنشدوا ثلاثه ديال البنانات ولا جوج كبار. نعم. وكنقطعوهم على الطور كيجي كتجينا اون طارت كراميلي وفي نفس الوقت كيجيو داك بحال داك البنان على الطور كيعطيو واحد الشكل. يا سلام. كنقطعوهم كنقطعوها على الطول كامله وكنكبوا هذا الخليط ديالنا اللي عادي فيه ياغورت وفيه هذا ممكن ملي كنضربوه راه كنخلطوه السميده وداك الدقيق والخمارات وهذا السيده تبارك الله عليهم وتنكبوه كندخلوه الفران. انا شعلت الفران شي شويه ودخلت هذا الكيك ملي كتخرج مباشره وهي سخونه كنقلبوها. نعم. كنقلبوها كنلقاو ديك القرفه وداك داك السكر تعسلو على ديك البنان. البنان
عرفتي كتجي اون طاخت وهي راه ماشي اون طاخت كتجي غزاله زعما لذيذه وكنتمنى السيدات يجربوها ونهار الله يبارك فيك لاله ناديه وفي نفس الوقت براتيك يعني دغيا دغيا نقدروا اننا نوجدوها وحنا كن داغي كتوجد ماكسيمو واحد 15 دقيقه صافي كتدخليها للفران تخرجيها وهي سخونه كتقلبيها كتلقاي داك القرفه وداك السكر دايبين على داك البنان ودائما يعني عطيت وانا مهم جربت على الطول جاني حسن من هو دائري من هو دائري على الطول جاني بحال اون طارت يعني بحال ديك الطارطات اللي كيكونوا معسلين هكا بالكرام. يا سلام يا سلام على اختك انا ناديه الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك طيب.